قصة بعتبرها أظن كان اسمها يا سلام. أتصور إن محمد جبريل عمل حاجات كتيرة جدا. المرجعية الثقافية للكاتب الكبير محمد جبريل ذات البعد الموسوعي. أنا أكمل له كل تقدير وكل احترام، وأشعر أنه يبادلني مثل هذا الشعور. يعني كانت القصة دي جواز سفري أو تذكرة دخولي الباب الواسع اللي هو الصحافة. أنا أسمع عنه من 15 سنة مثلا، ولكني لم ألتقي به إلا من شهرين اثنين فقط. مع محمد الإنسان اللي هو عرفته في الغربة، هو دائم أسأل البحث عن المعنى. التقينا بالأستاذ محمد جبريل لما كان بيدير ندوة ناجحة جدا في جريدة المساء، ندوة أدبية، وبدأت أعيد النظر. بكتب لحظات إنسانية، وبكتب عن التعاطف الإنساني، وبكتب أشياء من هذا القبيل. هذا الإنسان تعلمت منه قدرته على الصبر الشديد. أظن أن الصحافة ليست كما يدعي كثيرون. هو كاتب عملاق وروائي صاحب رؤية ثاقبة وتفاصيل دقيقة، يعتمد على أسلوب العفوية في الكتابة، فلا يتعمد كتابة رواية أو قصة، فالجنس الأدبي هو الذي يفرض نفسه فضلا عن إيمانه بوحدة المضمون. أخيرت روايته رباعية بحري ضمن أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، كما ترجم له العديد من أعماله إلى لغات مختلفة منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والماليزية. ضيفنا اليوم هو الكاتب والروائي والأديب الكبير محمد جبريل. أول كتاب أظن أن أنا قرأته بشكل حقيقي للمحدثين كان كتاب الأيام لطاسي. هذا الكتاب كان موجود في المكتبة، ما تنبهتش له إلا لما أخوي الأكبر مني، هو كان يتميز عني بأنه بيمارس حياته، أنا بمارس حياتي في القراية، هو بيمارس حياته بالفعل. يعني حتى لما كنا نروح البحر جنبنا هو ينزل البحر وأنا أحرس له هدومه، هو يصطاد وأنا أشد المخلة اللي يحط فيها السمكتين اللي نرجع بيهم آخر النهار. لكن هو الأكثر، حتى لما كنا نتخانق في شارع هو ما كناش بنتخانق، كنا نعكس الناس، هو يخلي واحد ماشي يعمل مع أي حركة كده الراجل يجري وراه، أشوف الراجل يجري أجري أنا كمان، الراجل لأن كنا بنلبس بشنطين زي بعض أو هدوم زي بعض يقوم يجري ورايا ويفتكرني أن أنا هو. وكان مرة مت لأن جت خبطتني عربية، فصحيت على أن أنا في حضن أمي. هذه المرجعية الثقافية التي أشرت إليها ذات الطابع الموسوعي قامت على مبادئ محددة هي التي شكلت رؤيته للواقع وموقفه أيضا من الواقع. أول هذه المبادئ في اعتقادي هي أن مصر الدولة والتاريخ والمكان والزمان تعد عنصرا رئيسيا في إبداعات الكاتب محمد جبريل. قرأت السحار، كان له موقف أقرب للتيار الديني. قرأت محمود البدوي، كان نظرية حياته قائمة على أن الحرب هي تستطيع أنها تدمر وتستطيع أنها تجمل. كل أديب كان له، بس لكن لاحظت عموما أنه ما كانوا يفاجئوا. فوجئت من بتوفيق حكيم أنه هو بيتكلم عن التعادلية، والتعادلية مش موجودة في شغله، في شغله الزمن، يعني إزيس وأهل الكهف وعودة الروح كلها أشياء تتصل بفلسفة الزمن. لكن هو لما جاي يعمل التعادلية وجاي يطبقها ما جابش، مفيش ولا عمل في تعادلية، لكن هو كان عايز يبقى له فلسفة حياة لكن مش مرتكزة على تطبيقيا على شغله. فأنا حاولت أن أنا أعمل فلسفة حياة، حاولت أن أنا بداية أن أنا أطلع من عند الأستاذ نجيب في كتابي نجيب محفوظ صداقة جيلين بفلسفة حياة. أظن أن أنا توصلت لفلسفة حياة، هو وافقني عليها لما قلت أنه الدين العلم العدالة الاجتماعية، عربة يجرها جوادان، الدين العلم العربة هي العدالة الاجتماعية.
محمد جبريل واحد من كبار المثقفين المصريين الذين لا يتحدثون كثيرا عن نفسهم، صامتا طول الوقت، ولكنه صمت العقلاء وصمت الناس القادرين على التمام، كما يقول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فمحمد جبريل هو هذا الرجل الجميل الذي يجلس بتواضعه الجم الذي أعرفه عنه طيلة ما حييته وما عرفته فيه، بهذه الشهامة وبهذه الفروسية الجميلة التي لم أرها في كثير من الناس الذين عرفتهم في هذا الفن. يقول الروائي والأديب إبراهيم عبد المجيد: محمد جبريل من أجمل الكتاب الذين كتبوا وأرخوا لحي الأنفوشي ومنطقة بحري في الإسكندرية، مظهرا أبعادا صوفية تحتضن المدينة الجميلة. ومن مجموعاته القصصية حكايات وهوامش من حياة المبتلى وسوق العبيد وحارة اليهود ورسالة السهم الذي لا يخطئ، ومن روايته المهمة والعظيمة الأسوار التي كان لها شأنها حين صدرت عام 1972، ثم إمام آخر الزمان واعترافات سيد الحب ورباعية بحري، وأيضا حكايات عن جزيرة فارس وروايات عديدة غيرها عن الإسكندرية وعمان ومصر ومجموعات قصصية عديدة أيضا. الإسكندرية مش مجرد بحري بالذات، ما كانش مجرد حي تلاصقه أحياء تنتمي كلها إلى مدينة، لا، حي مميز جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك في البداية، بين كل جامع وجامع زاوية أو مقام أو ضريح أو مزار عموما. يعني اسكندرية شيء مميز جدا، هلها تقدر يعني الغريب هيحس بغربة فعلا لو مشي في شوارع بحرية. الوضع اتغير طبعا دلوقتي، الاختلاط والهجرات والديمغرافيا نفسها كلها اتغيرت، لكن بالنسبة لي يعني مثلا أذكر الشيخ عبد الحفيظ وهو كان بطل أكتر من عمل لي، حتى روايتي الأخيرة ورث عائلة المدعاني هو البطل الأساسي، سميته حسن وردي. كان شخصية لابد أنها تأثر في أي إنسان عايز يتأثر تأثر حقيقي. كان شخصية مناضلة ومثل لعالم الدين اللي بيقول كلمة الحق. كان دائم الانتقاد للملك. أنا حضرت آخر الملكية، كان دائم الانتقاد للملك والأحزاب الأقلية وأحيانا للوفد، وكان يعني يقول كلمات قاسية جدا. كنت أتفرج عليه من البلكونة لأن بنطل على الجامعة، حاجة كان الناس يقولوا من كل وجبه. محمد بالنسبة لي متعب، بيتعبني لأنه هو ماشي كده زي السيف، فيعني أي حاجة أنا مثلا أعملها يقولي لا كده، يعني لا أنا مش موافق، أنا ما بحبش ده، أنا يعني. فهو بحس إن هو ساعات بيظلم نفسه من كتر إحساسه بأنه لا، لابد الإنسان يبقى منضبط ولابد الإنسان يبقى إنساني في تعامله. حتى في تعاملنا مع القط اللي عندنا هو غيري خالص، يعني أنا بشعر بأنه كإنسان، أنا بتكلم هنا بس كإنسان، إن هذا الإنسان نتمنى أن يبقى المصريين لو إحنا كلنا مصريين زي محمد جبريل في حبه للعمل. يهمني أتكلم عن ثلاث حاجات أتصور أن هما المدخل لقراءة ما أكتبه من ساعة ما كتب مجموعاتي الأولى تلك اللحظة من حياة العالم لغاية آخر رواياتي ما بقي من العمر، واللي هيتكلم عنها صديقي الأستاذ حسن غراب لأنه هو الناشر. فأنا يعني في يوم من الأيام عشان أصل ليه أنا اخترت الحاجات اللي أنا مركز عليها
في كل هذه الكتابات. في يوم من الأيام قريت في مجلة الإذاعة ورقة من مجلة الإذاعة، في أظن سندويتش طعمية أو فول، لقيت مكتوب حوار مع دكتور منظور الله يرحمه، بيقول فيها نحن نعاني أدبا بلا فلسفة. قال لك إن مشكلة أدبائنا إن هم بيكتبوا إبداعهم فضفضة عن النفس، مش من خلال وجهة نظر أو فلسفة حياة. إنسان قلبه كبير احتواني يعني بكل أمانة وكل صدق، وشاهد بعض الأعمال اللي نشرتها وأعجب بها جدا، وأنا أدين له بالكثير وأتصل به يوميا، وإن لم أتصل فهو يكلمني يطمئن عني ويطلب مني أن أنا أجي أزوره. هذا شرف كبير لي، ومهما تحدثت فأنا يعني لا أستطيع أقول أكثر من هذا. هو إنسان عظيم كبير، بحر من الأدب. الواقعية الروحية، الواقعية الروحية اللي هو الجو اللي أنا بتدور فيه أعمالي. حتى إحنا بنقول الواقعية السحرية، يعني أنا أرى أن الواقعية الروحية بالنسبة لنا كمسلمين وكشرقيين، مش لازم مسيحيين أو مسلمين، يعني هي الأقرب لهويتنا ولطبيعتنا، إنه التعامل مع العالم الآخر. مش محتاجين إن لمنطق الأمور في نظرتنا للتعامل مع العالم الآخر، التعامل مع الخرافة. أنا عايش بحاجتين، الحنين للزمان والحنين للمكان. المكان هو بحري، يمكن لو أنا بعيد ما كنتش بعيدت عنه ما كنتش أشعر بكل هذا الحنين إليه. الابتعاد عن المكان بيولد حنين دايما له، زائد الحنين إلى الزمان، إن أنا ساعات بتعاطف مع فترة أو بحس بيها أكتر من فترات أخرى في التاريخ، بقرار لغاية ما توحد معها وببتدي أشتغل فيها. وده أخذت من أيام روايتي أترفت سعد القرية، المرحلة الفرعونية، لغاية من أوراقها بالطيب المتنبي قبل القاهرة متبنى كانت لسه الفسطاط، لغاية ما أخيرا الجدرية واخدها فترة العثمانيين. والآن أنا لو أرجو أن ربنا يديني الصحة وأكمل رواية عن عمر مكرم. محمد علي كان نفاه بعد ما أنه هو اللي جابه، لكن سخط عليه ونفاه لدمياط، نفاه لدمياط في نفس الوطن، وظل عمر مكرم حتى النفس الأخير مناضلا ومدافعا عن حقوق المصريين. فده بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للبحري أظن أنه بيحركني الحنين إليه. ما عملت الرباعية كنت بفكر أن أنا أعمل لوحات متصلة منفصلة أو منفصلة متصلة، بتتناول الحياة في بحري حوالي الحرب العالمية الثانية بعدها، يعني تقريبا لغاية ثورة 52، فترة محددة بأبطال محددين معتمدة بصورة أساسية على الأولياء الذين يزخر بهم الحي اللي هو حي بحري. ويكمل الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد ومن كتب محمد جبريل النقدية مصر من يريدها بسوء، وقراءة في شخصيات مصرية، ومصر في قصص كتابها المعاصرين، ونجيب محفوظ صداقة جيلين، وآباء الستينات، وغيرها الكثير. محمد جبريل قيمة وقامة رائعة في حياتنا الأدبية والثقافية. لو خدنا مثل بسيط جدا، احنا دايما عقيدة الخلود موجودة جوانا من أيام الفراعنة. بيوت الفراعنة في الآخرة نعرفها، موجودة في كل حتة في أي أطار. بيوت الدنيا ما لقاهاش، مفيش بيوت للدنيا، مفيش للفراعنة بيوت اللي هم كانوا عايشين فيها، إلا زلقتي أشياء بسيطة كده على الجدران. لكن نعرف الأهرامات ونعرف المصاطب اللي دفنوا تحتها، كل ده كانوا مؤمنين جدا. والنقلة من الشرق للغرب ومراكب الشمس ومحكمة حورس، وده عملت عليها رواية. لم نستطع أن نقاوم أو نواجه مثل هذه الأفكار. محمد جبريل واجه هذه الأفكار في كتاب نظري، يعني وهو المبدع. طيب النقطة
الثالثة التي أود الإشارة إليها أيضا في مجمل اهتماماته وقضيته الأساسية التي تنعكس على رؤيته بقى في الإبداع، أن مصر المكان، مصر التاريخ، مصر الحضارة، هذه مصر كيف تواجه متغيرا كبيرا حدث في 79، هو متغير السلام أو طيب. المثقفون المصريون رفضوا التطبيع. الكاتب محمد جبريل قدم مجموعة كاملة وهي مجموعة حارة اليهود، أشار في أكثر من قصة فيها إلى هذا الذي أتحدث عنه وهو مقاومة التطبيع. المي لما بيرحل عننا بنسيب النور 40 يوم في البيت منور، لأنه عندنا يقين أنه الروح موجودة خلال هذه 40 يوم. لما بنخش على الميت في المقبرة داخل السلام عليكم واسقينه بيسلم علينا، صلتنا بالموتى هي صلة تكاد تكون بالأحياء يعني. فكل ده بيشكل عالم مش موجود في الوقاية السحرية. الوقاية السحرية لو تأملنا لها تصور آخر، لكن مشكلتنا إن احنا بنجد إنه الوقاية السحرية مذهب أوروبي نجح عند ماركيز وعند يوسا وعند زبيل الليندي، يبقى لازم نحكيه. كونديرا يتكلم عن الوقاية القبيحة، يبقى لازم نكتب وقاية قبيحة. لكن نبص لبيئتنا، نبص لثقافتنا، لموروثنا، لتراثنا، هنقدر نطلع بوجهة نظر مخالفة. مش بقول لازم فلسفة، يعني الفلاسفة أنا موافق إن ابن رشد آخر فيلسوف، لكن بنفس الوقت لابد نجتهد. أنا بتصور محمد وهو بيشتغل بيعاني مني أنا بقى، يعني بأن أنا برغي على يعني دايما يعني فأكلمه وأقطعه، وده شيء سمة أي المرأة يعني بشكل عام يعني. لكن أقدر أقول محمد أفادني جدا، أنا استفدت فيه إفادة غريبة جدا من يعني أي زوج يعني هو مبدع وكفاية وكفى. لا، محمد كان دايما بيدفعني أن تكملة الدراسة بتاعتي، أن اتخرجت لا اعملي ده واعملي ده. طب انت الكتب، لحد امبارح بيقول لي انت ليه ما طلعتيش كتاب، طب ما عندك حاجات كتباها ابدأي. يعني هو دايما بيدفعني الحقيقة ان انا اشتغل. حصل محمد جبريل على جائزة الدولة التشجيعية في الاداب عام 1975 عن كتابه مصر في قصص كتابها المعاصرين، ونال وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1967، وفازت روايته النظر إلى أسفل بجائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1993، كما نال جائزة التميز من اتحاد الكتاب المصريين عام 2009. يقول محمد جبريل: إنني حين أبدأ في كتابة عمل ما فإن صورته في ذهني لا تكون واضحة تماما، إني أكتفي بالفكرة دون تفصيلات، وإن اتضحت بعض التفصيلات الصغيرة لكنني أفضل أن يكتب العمل نفسه، بمعنى أني أرفض التحديد الصارم لصورة العمل منذ بداية الكتابة حتى لحظة ترك القلم. ذلك تعسف لا أتصور أني أقدم عليه. بجد أنه العنوان العريض لكل العناوين الفرعية اللي أنا بشتغل عليها المقاومة، بجد أن احنا حتى ظروفنا المجتمعية والسياسية والشخصية أيضا بتقول لابد من المقاومة. مش المقاومة أن أنا أحط السلاح على كتفي وحارب، لا، ده جزء من المقاومة. يعني أنا واحد من المناصرين تماما للقضية الفلسطينية ولأي شعب بيناضل دفاعا عن أرضه، لكن إلى جانب ده مقاومة أي شيء قبيح، مقاومة الفساد، الزيف، أي شيء مش جيد أنا لابد أن أنا أقاومه. هي دي المقاومة بالنسبة لي. أنت الحقيقة هو بابا وجوزي وأخويا وصديقي وكمان ابني، أنا بعتبره هو كل شيء في حياتي. ربنا يطيل في عمرك يا أستاذ محمد، وتعطينا دائما من فيض الفكر الذي يمتع ويفيد.
وربنا يعني يبارك فيك ويخليك لينا. أطال الله في عمرك وزادك علما، وأشوف البسمة في وجهه دايما. كم تعلمت منك وكم أضفت لي في حياتي أشياء كثيرة، يعني جعلتني أكثر نضجا وأكثر اكتمالا في كل أعمالي وفي كل ما أقوم به من جهد في مجال الثقافة والأدب. الكاتب والأديب الكبير محمد جبريل قيمة وقامة كبيرة، إبداعاته الأدبية تحتاج إلى أكثر من قراءة، فهو يجمع بين خبرات طويلة في الكتابة والحياة والأدب والفن والفكر، ولا يزال نهر عطائه مستمرا، ولا تزال إبداعاته تبهرنا كل يوم رغم ظروفه الصحية. متعه الله بالصحة والعافية. محمد جبريل قيمة أدبية حقيقية تستحق أن تدرس، فلأعماله قيمة ثرية وبصمة واضحة في الأدب العربي.